نعمل الطرب. طيب هو الطرب ان احنا دوت هنسويه فين يا نونا؟ هسويه في نفس الحله. الشبكه اللي تحت موصله للنار اكتر. طيب انا هعمل ايه علشان مثلا انا عايزه اعمل دلوقتي الطرب او هعمل كفته او الكلام ده كله ومش عايزه مثلا احط الصينيه اللي فيها البخار، انا عايزه اشوي يبقى هي منها للنار على طول. هروح جايبه صينيه زي دي واحطها على الشبكه وابدا ان انا اسوي فيها. عايزه تسوي كفته، عايزه تسوي طرب، عايزه تعملي صينيه رقاق وتحطيها من تحت علشان تستوي على ما الكفته المشويه تستوي من فوق زي ما انت عايزه، عايزه تحط صينيه مكرونه بالبشاميل زي ما انت عايزه. كل ده ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم طول الاسبوع الجاي هنشتغل فيه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الطرب بس هنعمله بشكل مختلف. يعني ايه هنعمله بشكل مختلف؟ تعالوا الاول نشوف المقادير ونشوف الشكل المختلف اللي احنا هنعمله بيه النهارده. مقادير الطرب الضاني بتاعتنا النهارده بتقول ايه؟ ان احنا معانا كيلو لحمه مفرومه، ومعانا منديل ضاني، 4 قرون فلفل احمر مفروم، ومعايا بصلايه مفرومه هنعصرها جدا 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 من الميه علشان ما تفكش معانا، معايا بقدونس مفروم، بيكنج باودر باكت كامل، وايه نتيجته او ايه استخدامه هقول لكم واحنا بنشتغل. معايا حبهان باودر لورا باودر وملح وفلفل اسود. اسهل من كده مفيش. طيب انا نقع المنديل بتاعنا عشان يبقى معايا طري كده ويتلف بكل سهوله كده ازاي؟ نقعاه في ميه بصل وحبه زيت وملح وفلفل اسود. ميه بصل وحبه زيت وملح وفلفل اسود. نقعت فيه الطرب وقلبتهم كده مع بعض علشان يديني طراوه، علشان لما اجي الفه ما يبقاش ناشف مني ومحجر. حتى لو انت جبتيه ساعه الاضحيه بتاعت العيد مثلا وشايلاه عندك في الفريزر، او جبتيه من الجزار وشايلاه عندك في الفريزر، تطلعيه تنقعيه في ميه بصل وزيت وملح وفلفل اسود علشان يطرى معاكي ويبدا ان هو يتلف معاكي بكل سهوله. طيب هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ هبدا دلوقتي اتبل الكفته الاول اللي انا هعملها في الطرب. طيب الكفته اللي انا هتبلها دي هي البهاريس كلها هتكون موجوده فيها. ادي اللحمة، بسم الله، بالشكل ده كده، وادي حبهان بودر ولورا بودر في الكفتة يا نونة. جربوا جربوا، ما تحكموش على الحاجة إلا لما تجربوها. ادي فلفل حامي وممكن تشيليه ما تستخدموهوش، وادي بقدونس، بصوا مفروم ناعم خالص ازاي، وادي البصلاية. بصوا كده البصلاية دي أصلا احنا فرمناها وعصرناها، بس بصوا لما قعدت شوية انا مش عايزه الميه دي تنزل جوه اللحمه. بصوا بعصر خالص ازاي، يا اما تحطيها في مصفى وتعصريها جدا علشان تنزل كل الميه اللي فيها. بصوا كده شكل اللحمه، بصوا عامله ازاي، فلفل وبقدونس ودي لورا بودر وحبهان بودر ولسه الملح والفلفل الاسود اهو، وحطينا الفلفل الحامي كمان ولسه البيكنج باودر. هنبدا ان احنا دلوقتي نعمل الكفته دي علشان نلفها على الطرب. طيب احنا ما حطيناش البيكنج باودر وقلنا هنقول ايه هو او ايه لازمه البيكنج باودر. بصوا كده ادي الباكت البيكنج باودر على الكيلو اللحمه. هتعملي نص كيلو لحمه هتحطي معلقه صغيره او نص معلقه كبيره، واعمل كده. طيب ايه لازمه البيكنج باودر بقى يا نونا اللي انت حطاه في الكفته دي؟ اولا بيدينا في ناس كده لما تيجي تاكلوا الطرب او انتوا لما بتعملوا الطرب وتيجوا تاكلوه تحس ان هو مكتوم، يقول لك يا لهوي ده الطرب بيبقى تقيل قوي، بيبقى دسم قوي على قلبنا، بناكله كده وما بنقدرش نتنفس. اللحمه بتبقى مكتومه، لكن لما نحط البيكنج باودر فيها اللحمه بتنفش، تحسوا ان هي خفيفه، ما بتبقاش الكتمه اللي هي معمولاها من غير البيكنج باودر. بيديها نفشه حلوه قوي، ما بيخليهاش تكش. حد يقولي مثلا لما بنعمل الكفته او كده بتكش مننا، نحط معاها بيكنج باودر هتطلع معاكوا زي الفل. ادينا كده دعكنا كويس جدا، وهبدا دلوقتي بصوا شكلها عامل ازاي. يعني دي برده ممكن ان احنا نعملها كفته هتطلع معانا برده زي الفل. نركنها كده على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي بلانش وعندي العيدان اللي هي بتاعه الخل بالشكل ده كده. هنصبح نعمل كده، هصبع الكفته كلها على عيدان الخله دي وهلف الطرب في الاخر، وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي، وهنشوف كمان هنقدمه ازاي. انا قلت لكم النهارده الطرب بتاعنا مختلف، يعني مش زي الصوابع اللي احنا متعودين عليها. بصوا كده شكل الكفته نفسها او اللحمه اللي احنا هنعمل عليها الطرب عامله ازاي، ما شاء الله عليها بالشكل ده كده. طيب هو احنا اللي عاملينه دوت هنلف عليه الطرب ازاي؟ هقول لكم حالا حالا حالا. كده بالشكل ده. طيب اشمعنى المره دي ما دهنتيش اللي سياخ زيت او ما دهنتهاش حاجه؟ لان انا هلف طربه، الطرب ده اصلا كله دهون، والطرب اصلا انا لفاه بزيت علشان يطرى، فمش محتاجه ان انا ازود اي حاجه تانية. بصوا كده
تعالوا نعمل دلوقتي واحد كده او اتنين ونشوفهم مع بعض شكلهم هيكون عامل ازاي، وفي الفاصل انا ممكن ايه الف الباقي. ادي الطرب اهو، ده منديل كده سليم، واروح جايبه كده. بصوا بصوا التطريه اللي انا عملتها بالزيت وبميه البصل علشان اللي هي الدهون اللي هي التخينه دي لما اجي ادوس عليها كده ببطن ايدي بالشكل ده، بصوا بتتفرد، بصوا بصوا اتفردت ازاي. لا هيقطع، حاضر عينيا ريتني. وانت بيقول لي هو ينفع ان احنا نعمله بالمدق بتاع البفتيك او المبط بتاع المطبخ؟ لا، لو عملناه بيه ده رقيق، ده اسمه منديل، حاجه رقيقه، فلو عملناها بالمبط هتبدا ان هي تقطع معانا وتفتح ومش هتتلف. فعشان كده بصوا ببطن ايدينا كده اهو بدا ان هو يتفرد علشان يتقطع او يتلف معانا بكل سهوله. ريحه الكفته المشويه مش قادره اقول لكم عامله ازاي. ادي صباع الكفته اللي انا عملته وهروح عامله كده. بصوا انا بعمل ايه، بصوا كده، دي انا مش عايزاها زياده. طب هو ده هيترمي؟ مفيش حاجه اسمها تترمي، احنا ما عندناش حاجه بتترمي. بصوا بصوا انا بلم ازاي على بعضه بقى كده. بدات ان هي اهي انا شايفه ان في بخار طالع والصاجه بتاعتنا سخنت قوي زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نحط الطرب بتاعنا على النار. الطرب بتاعنا بدا ان هو مع السخونيه بتاعه الطاسه بتاعتها او بتاعتنا او الحله او الطاره اللي احنا حطيناها فيها بدا ان هو، بصوا كده شايفين، بدا ان هو هيستوي ويتلسوى معانا زيه زي الكفته. الكفته ما بتاخدش وقت على النار والطرب كمان ما بياخدش وقت على النار. طيب حد هيقول لي دلوقتي يا نونا هو انت ليه ما غطيتيش الحله المره دي؟ انا المره دي عايزه اشوي، وكان نفس النظام كان ممكن في الكفته، يعني انتوا لما رجعتوا اصلا من الفاصل كنت انا شايله الغطا، ليه عايزاها بقى تبدا تنشف ما تنزلش سوائل؟ طيب دي حاجه. تاني حاجه الشبكه اللي هي من تحت قلت لكم ممكن ان احنا نحط عليها صينيه رقاق تستوي لان النار مباشره ليها. طيب صينيه مكرونه هتستوي، طب لما اجي بقى اعمل الوش بتاعها اعمل ايه؟ هسيب دي من فوقيها والصينيه تبقى من تحت. السخونيه اللي هي دي اكني عامله شوايه للفرن، السخونيه بتاعت الطاره اللي فوق ديت لما تسخن قوي هي اللي هتحمر لي وش الرقاق، هي اللي هتحمر لي وش طاجن مكرونه، وش مثلا حاجه بالبشاميل، هي اللي هتحمرها لي. ليه؟ السخونيه بتاعتها هترد في الصينيه فهتبدا ان هي تحمر الوش. يبقى انا عندي فرن وعندي كمان شوايه، بس اهم حاجه نبقى قافلين الحله من فوق. لا ما هي لو لو غطيناها هتنزل ميه وانا مش عايزاها تنزل ميه، مش عايزاها تنزل سوائل. انتوا ما قلتوش. لا بصوا هو المفروض ان هو يبقى، بصوا بدات ان هي تستوي ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. طيب علشان الوقت بتاع الحلقه احنا قدامنا قد ايه يا شباب؟ 5 دقايق. ليه بترميها في وشي كده؟ ليه 5 دقايق؟ طيب مبدئيا كده علشان حتى لو فرضا وقت حلقتنا خلص والطرب بتاعنا لسه ما استواش، عشان انا مش عايزاه ان هو يا دوب اخد لونه والكلام ده كله، كان ممكن اقول لكم طب هطلع فاصل وارجع لكم، اروح عامله ايه في الفاصل؟ اروح حطاه في الفرن تحت الشوايه ياخد اللون، يا اما اروح مشغله الباسبوري اديله لون وخلاص استوى. انا مش عايزه كده، سامعين؟ انا مش عايزه كده، انا عايزه كل حاجه تبقى بطبيعتها. انا مش طالعه عشان اضحك عليكم، انا طالعه عشان اوريكم الوصفه من اولها لاخرها بتستوي ازاي. مش المهم عندي ان انا املى الكوانتر عندي او الديكور عندي املاه بالاطباق، على قد ما هو مهم عندي انتوا تعملوا الحاجه وتطلع معاكم صح عشان اخد منكم دعوه حلوه احسن ما يتضايق عليا. طيب مبدئيا كده عشان لو الحلقه خلصت ما كملناهوش، بصوا هعمل ايه، هسيبه هيستوي براحته خالص تمام. طب هو احنا هنقدمه زي ما هو صوابع كده؟ لا، لما بنطلعه بروح جايبه بلانشه خشب او عندي صينيه او حاجه وبروح فكاه بالراحه خالص من الشيش بتاعه، بفكه بالراحه خالص من الشيش بتاعه وبسكينه حاميه جدا، بيطلع حلق، ما بيبقاش صوابع، بيطلع حلق. اللحمه من جوه بتبقى مستويه، الطرب من جوه من بره بيبقى متلسوع وبيبقى مستوي معانا وزي الفل وبيطلع حلق. رشه ملح ورشه فلفل اسود على الوش كده، ويا سلام لو رشه جوز الطيب، بتاخد الطعم في حته تانيه خالص. ده الطريقه او الشكل اللي احنا هنقدم بيه الطرب.